قال أحدهم كلمة تخيل؟ نعم يا فتحي، خيالنا يساعدنا على ابتكار صور وأفكار في عقلنا حتى عندما لا يكون أمامنا شيء ذو صلة بالشيء الذي نتخيله. أنا الآن أتخيل أنني أحمل أدوات التشجيع مثلكم. نعم ربحي، هناك طرق مختلفة لتوظيف خيالك. صحيح، حتى إننا يمكننا إعادة تمثيل الأحداث في خيالنا. أستطيع أن أتخيل ما قد تكون ردة فعلكما إذا قمت بالنفخ في هذا الزنبور. دعونا نرى كيف سيوظف أصدقاؤنا خيالهم.